موضوع ضايقني فتره انه الولاد الصغيره كان ولاد مره كنت ماشيه في الزمالك ولاد طالعين من مدرسه صندلتين فجري ورايا انا جريت يعني لو قالوا لك انت حرش ناس كبيره انا خفت عشره مثلا فانا اللي جريت استخبيت خفت منهم لان حبهم قلقني قلقت على نفسي يعني. بس لا اتمنى انه يعني الناس تنسى الشخصيه وتفكر في اللي بعده.